سلام خوت خواتاتي، لاباس عليكم؟ بخير، كيف دايرين؟ كلشي لاباس الحمد لله. اليوم كيف ما كتشوف اخوتي، عندي ليكم قصة جديدة، قصة واقعية اللي جرات هاد العام في 2022 في شهر 8. كنتمنى هاد القصة تاخدوا منها عبرة. كيف ما كتشوف اخوتي، اليوم قصتنا قصة فيها شوية ديال العنصرية اللي صراحة ضرتني في قلبي، وقلت علاش ما نشاركها معكم ومن هاني تستافدوا منها وتشوفوا كيفاش هاد مؤخرا كيفاش ولات العنصرية عند بزاف الناس. اليوم اخوتي قصتنا قصة افريقي من نيجيريا، قصة اليكا. اليكا انسان كان عنده 39 سنة، عنده بنية عندها 5 سنين ومجوز، مهاجر مقيم في ايطاليا، وكان تيخدم تيبيع وشري. اليكا كانت عنده اعاقة في الذات ديالو، ما النص ديالو شوية ميت، مي كان كيما كان الحال، كان تيخرج وكان تيشري وكيتقطع وكيشوف اش ناقصو، وهادي ممكن قايم براسو. تا واحد النهار قالت لي مرتو ما تخرجش، قال لها والو خصني نخرج الصيف هذا، في هذا الشهر هذا، في شهر، في العام هذا، سمحوا لي. خرج وغادي وكيبيع ويشري بحال الناس، ولكن كاين بعض الافارقه، بعض المرات الله يهديهم، من الانسان ملي كيبغي يبيع ويشري في الشارع ما تقيسش شي واحد، حيت كاين اللي ما كيحملش اللي تقيسه، يا راجل يا امرأة. دابا اليكا، واليكا اش دار؟ كان واحد السيد طالياني، مهم شاب طالياني عنده 34 سنة. هاد الطالياني هذا كان غادي هو ومع مرتو ولا مع المهم خطيبته، كان غادي مع وحدة معاه، غادي هو وياها. وهذا اصلا تيستعمل، انتما الناس ما تعرفوش اشنا هو، بعد مرات تتكون بيع وشري ما تعرفش اشنا هو هذا، واش كيستعمل ما تيستعملش. مهم انسان كان هذاك النهار كان منيرفي كما كيقول البوليس. كان غادي خارج عادي هكا هو وياها كيضحكوا شويه. جا اليكا هاد الافريقي هذا قاس، قال لها مهم، قال لها واش شري من عندي؟ قالت ليه لا. قالوا لي سير بحالك. قال لهم والو، بقى عليهم بقى عليهم. شويه جا قاسها، مهم حط يدو فوق كتفها، قال لها والو تشري من عندي وهادي هادي. قال لي ما عندكش حق اهدر. المهم الشاب قال لي ما عندكش حق تقيس ليا مرتي وتهدر بها تقول لها زوينه ولا هادي. لا. قال لي علاش؟ ما انا كنبيع. ما قلت والو. قال لي لا ما تقولش هكاك، ما خاصكش تقول. المهم دفعوا ضربه. قال لي ما عندكش حق تضربني، ناض اليكا. قال لي ما عندكش حق، علي بالمعيور. ناض الاخر حتى هو بقى كيضربو يضربو يضربو. ولكن اللي زاد نيرفاني بزاف هي الناس بقات تتصور وكتشوف في داك المنظر، ما كاين حتى واحد اللي تدخل ولا حتى واحد اللي هدر، بقى كيضرب فيه كيضرب فيه. السيد كيقاوم باش يبحيد باش يبعد عليه هذاك الشاب، وتيقاوم تيقاوم حيت نصو ميت مسكين، عنده إعاقة. ولو حتى واحد الناس كاين اللي كيغوت ولكن ما تيعتقش، كاين اللي عيط البوليس وما اعتقش. المهم بقاو كيصوروا. هنا خوتي علاش انا يا دابا قلت لكم هذه القصه، واخا قصه قصيره، المهم قصه انا اللي نيرفاتني بزاف هنا، فين كاينه شويه ديال العنصريه اللي بزاف كتضرني في خاطري. كتصور كيفاش جيك في واحد المنظر كتبقى تصور فيه وكتشوف واحد كيموت قدامك وما درتي والو. انا عندي تليفون صافي غنبقى نصور. كنتمنى بزاف الناس ما يديرش هكا، نعيط لاي واحد نصور، نعيط للبوليس، نعيط شي واحد، نحاول نجر انسان باش نعتق هذاك الروح، لان هذاك الروح راه روح ديال ربي. المهم بقات السيد مات، جاو وغطاو، ولكن طال الاخر عاد بانو، جاو البوليس، جاو شويه معطلين شدوهم وهادي، عاد عطى الاقوال، عاد كاين اللي شهد كاين اللي ما شهد، سولو اشنو كاين. المهم وراو الفيديوهات انتشرت، وعاد شافوا الفيديو. واش غنقول لكم اخوتي، المهم قصه، المهم هاد القصه هادي اللي عاودت لكم عليها واخا قصيره، المهم بغيت نشاركها معكم. وكنتمنى اي واحد كيبيع ولا يشري ما يعاودش يدير هاد التكره، الله يحسن العوان، نلقى شي واحد ماشي هو هذاك، ماشي نورمال، عادي راه حاجه بسيطه. انسان خارج كيبيع ويشري، ما ناويش غيموت. وكنتمنى ان شاء الله هاد القصه تاخذوا منها عبره، وان شاء الله جديد. واللي دخلت ماشي عيب ديري لايك ولا اشتراك، مرحبا بكم. ان شاء الله نعطيكم اي جديد عندي، اي قصه. المهم هاد القصه هذه ديال اليكا، قصه افريقي الله يرحمه، صراحه هو مات خلى بنيه. وكنتمنى نتمنى ان شاء الله يا ربي جدد عليه المغفره. وان شاء الله اخوتي ان شاء الله فيديو جديد، وكنتمنى الدعم ديالكم، وشكرا الى فيديو جديد ان شاء الله.